تمام. التصور دكتورة هدى رؤوف، يعني أعتقد أنه ما جرى في إيران ليس بعيدا عما يجري من تغيير، يعني كان المتشددين في إيران خلال الفترات الماضية كان لهم السطوة وكان لهم الكلمة العليا، والمرشد العام كان دائما ما يؤثر على اختيار الناخب من خلال تأييده لشخص بعينه. هذه المرة وجدنا المرشد العام نفسه بيصوت للإصلاحيين في واحدة من ربما علامات الاستفهام، هل هناك نية لتدوير الزوايا بين إيران وبين الغرب بشكل عام، مع العلم أن هناك يعني مصادر بتؤكد أن هناك تواصل بين أمريكا وبين الإيرانيين عبر وسطاء عرب خلال الفترة الماضية، وهذا بنرى أثره في تحجيم تحركات حزب الله مثلا في لبنان وجماعة الحوثي في البحر الأحمر. تعليقك على نتائج الانتخابات الإيرانية وتأثيرها على العلاقات مع الغرب. مساء الخير. أولا يعني هو في حاجة افتراضية كده نتخيلها، لو كان سمح لأحمدي نجاد إن هو ينزل الانتخابات كان زماننا بنتكلم عن نفس الظاهرة اللي موجودة في الولايات المتحدة وفي بعض الدول الأوروبية اللي كان بتشهد صعود الأحزاب اليمينية، واللي كلها يعني زي ما استفاد دكتور محمد كمال بتكلم عنها حل المشهد الأمريكي بالظبط، بتسمى بفكرة الشعبوية. هل إيران فيها شعبوية؟ وبيمثلها أحمدي نجاد. يعني أحمدي نجاد لو نتخيل كان سمح له مجلس صيانة الدستور بأنه ينزل الانتخابات كان هيتبع نفس نهج ترامب، وهو الشعارات التي هي ضد يعني قصدي حضرتك، وكنا دلوقتي بنتكلم على انه المزاج العام العالمي كله شعبوي وكله يمين وكله لو جينا نتكلم عن الشعبويه في الشرق الاوسط وفي ايران، حتى هنلاقيها في ايران متجسده في احمدي نجاد اللي دايما كان بيوجه انتقاداته لكل مؤسسات الدوله الايرانيه. صحيح. للقضاء، للمرشد، للحرس، لكل الجهات في ايران، وبالتالي كان بيمثل هذه الظاهره، وانه كان بيحاول ان هو يقدم نفسه كطرف او كتيار سياسي جديد معارض غير التيار التقليدي اللي بيسمى او التصنيف التقليدي اللي هو ما بين المتشددين وما بين الاصلاحيين. لكن طبعا هذا السيناريو لم يحدث، بس انا حبيت اقول يعني هذه الجمله عشان اربط ما حدث او ما كان يمكن ان يحدث في ايران بما يحدث بالفعل من تحولات في المزاج الانتخابي او تحولات ظاهره الشعبويه اللي تشهدها اوروبا وامريكا. بالنسبه لايران احنا عارفين ان في السنوات الاخيره تم اقصاء الاصلاحيين بشكل كبير جدا من جميع مؤسسات الدوله. طبعا سيطرت المؤسسات الحرس الثوري وما لها شبكه حلفائها والمتشددين على مؤسسات الدوله، سواء كان بنتكلم على الرئاسه متمثلة في إبراهيم رئيسي أو بنتكلم على البرلمان الإيراني. لكن هنجد طبعا حتى كان في كثير من التوقعات بتتكلم عن أن في ظل الانتخابات التي جرت فجأة في أعقاب وفاة الرئيس إبراهيم رئيسي كان الناس بتتكلم عن أن استمرار سيطرة وقبضة المتشددين على السلطة، وبالتالي أن المزاج في إيران أو مش ليس في إيران يعني، ولكن المرشد معه الحرس الثوري سوف يتخذ أو يتحرك بالأمور إلى رئيس يعني محسوب على التيار المتشدد. لكن ما حدث هو كان العكس، وبالتالي كان السؤال هو لماذا عكس خامنئي المسار؟ لماذا يعني كان هناك مسار متوقع ان ياتي رئيس متشدد لكن جاء سمح برئيس من الاصلاحيين. طبعا هناك عده اسباب، ربما انه كان طبعا بنجد انه اراد ان يعني الإصلاحيين في السنوات الأخيرة بدأوا يشعروا بالتهميش لأقصى درجة، وبالتالي كان ربما أن يتحولوا إلى طيار معارض كبير، وبالتالي هو لم يكن يريد للإصلاحيين أن يخرجوا بره هذه العباءة. وبالتالي لابد أن ناخد بالنا من حاجة، لما نتكلم نقول إصلاحيين أو معتدلين أو المتشددين كلهم مؤمنين بنظام ولاية الفقيه، وبالتالي لما نيجي نقول تم إقصاء الإصلاحيين هذا لا يعني أن الإصلاحيين هم ضد النظام الإيراني بشكله الحالي، لا، هم مؤمنين بالثورة الإيرانية بأفكارها بمبدأ ولاية الفقيه، ولكن بيختلفوا أو المساحة اللي بتفرق الإصلاحي عن المتشدد أو المعتدل هي فكرة مدى الانفتاح على الغرب أو على علاقات تانية أخرى بديلة، هي فكرة طبعا اللغة أو يعني كلهم ايديولوجيتهم واحده بالظبط، كلهم مؤمنين بدليل حاجه. حتى يعني مثلا بنتكلم على بازشكيان دوت اللي هو يعتبر من الاصلاحيين، وهو ليس من عتاد الاصلاحيين، يعني هو ليس من الشخصيات المهمه الاصلاحيه التي يمكن ان تمثل فعلا يعني
دافع على التغيير. مش روحاني يعني؟ لا لا، روحاني كان معتدل لحد ما، لكن هو مثلا مش مش خاتمي كثير، مش خاتمي، مش كثير من الاصلاحيين اللي تم اقصائهم وتم وضعهم في السجون او الإقامة الجبرية فيما يسمى بالثورة الخضراء اللي حدثت في 2008 لما 2009 لما تم إعادة انتخاب أحمدي نجاد. هناك كان إصلاحيين زي مير حسن موسوي وغيرهم تم وضعهم طبعا قيد الإقامة الجبرية، لأن دول كانوا بيمثلوا حركة تغيير حقيقية في المجتمع الإيراني. لكن في النهاية كل هذه الشخصيات مؤمنة بالنظام الإسلامي الإيراني اللي تأسس في 79. طب ليه خامنئي عمل ده؟ أولا زي ما قلنا أن الإصلاحيين على مدار سنوات طويلة جدا تم إقصائهم، هو لا يريد أن يتحولوا إلى درجة كبيرة من أنهم يكونوا تيار معارض. الحاجة الثانية هو لا توجد ثقة كاملة حتى في التيار المتشدد، هناك بعض التباينات، بدليل حاجة أن في الانتخابات الأخيرة هنجد أن التيار المتشدد الأصوات يعني تقسمت أو انقسمت ما بين قاليباف اللي هو كان رئيس مجلس الشورى الإسلامي وسعيد جليلي، يعني التيار المتشدد أصواته تقسمت ما بين أطراف أخرى، وبالتالي حتى ما كانش فيه توحد لصوت التيار المتشدد أو قاعدة تصويتية للتيار المتشدد ده من جهة. فدي كانت برضو أحد الأسباب، إن التيار المتشدد ليس على نفس الدرجة. هناك هو بيقلق من التيار المتشدد إنه اللي لديه أحيانا بعض التباينات اللي ربما تأخذ الأمور في الداخل الإيراني إلى مسار بعيد، خاصة إن في عهد إبراهيم رئيسي بنجد إن كان أكثر التحديات اللي واجهتها إيران وهي معرفة باحتجاجات الحجاب على خلفية مقتل مهسا أميني، فبنجد إنها استمرت لشهور طويلة جدا وكانت بتذكر بالاحتجاجات اللي حدثت في أواخر عهد الشاه، كانت سلسلة كبيرة من الاحتجاجات مستمرة لشهور طويلة. نعم نجحت إيران في أنها تخمت هذه الاحتجاجات في عهد إبراهيم رئيسي، لكن هذا لا يعني اختفاء الحالة الثورية وحالة الغضب والاستياء، خاصة مع استمرار تدهور الأوضاع في الداخل الإيراني. معلش دكتور أوضاع، سؤال هنا بيراودني، هل ما جرى في إيران من يعني الحالة الثورية اللي حضرتك تفضلتي، هل ده إرهاصات مجتمع حقيقية ولا واردة من الخارج؟ يعني هل دي هاند ميد يعني ولا يعني؟ لا، هو الاسباب لو جينا نظرنا ليه المجتمع، او يعني مثلا هنجد ان في 2017 و18 كانت بدات المظاهرات بشده، طبعا مظاهرات الطلبه في ايران كانت بتندلع من وقت لتاني لاسباب كثير، لكن في 2017 حتى في عهد روحاني كان هناك كثير من المظاهرات بسبب حينما يعني الاسباب الاقتصاديه كثيره، وحينما طبعا انسحب ترامب وتم اعاده فرض العقوبات الامريكيه، فبنتكلم عن وضع اقتصادي كان متدهور، الناس كانت بتخرج في الشارع بتتكلم عن ان لا سوريا ولا لبنان، لكن المفروض ان يتم تخصيص الموارد وتوجيهها للداخل الايراني، وبالتالي هناك بنتكلم على مؤشرات اقتصاديه بتتكلم على مستوى المواطن في ايران، بنتكلم على يعني في مظالم اثنيه وعرقيه، يعني ده ده يعني ده, طبعاً ده شعور وتصرف طبعاً وسلوك طبيعي من داخل ايران، من داخل ايران هو اللي بيؤثر وبيفرز الحاله الثوريه. طب لان الاسباب متوفره، الاسباب بنتكلم على اسباب اقتصاديه، اسباب اجتماعيه، الاسباب بتبقى دائما متوفره، لكن من يحركها؟ يعني انا برضو دكتور كمال يعني راجعني، كان في تقارير من السي اي اي وتقارير من مجموعه الازمات الدوليه بيتكلموا على نظره، يعني انا فاكر اتعمل المهددات الايرانيه المهددات الامريكيه، فكان ايران وقالوا التعامل مع كل جهه، مع كل الصين تعامل معها ازاي، روسيا ازاي، ايران قالوا العبث في تحركات شباب، يعني هل ده ممكن يكون مؤثر ولا ده بروباغندا امريكيه؟ هو ربما يكون في جزء من الموضوع ليه علاقه بانك يعني بيتم التحريض، بيتم مساعدتهم، يعني مثلا على سبيل المثال في احتجاجات مثلا اميني كان ايلون ماسك كان يتكلم عن ان هم هيعرضوا او يعني يوفروا الانترنت بالقمر الصناعي للمتظاهرين اللي تم حجب الانترنت عنهم تماما، يعني ايران في مشكله في موضوع الانترنت وانك تأبلود وتنشر اللي بيحصل في الداخل الايراني في حاله من التعتيم، في نشرات الاخبار دايما تشوف ناس بتصور بكامل فيديو مسربه وعبر يعني آليات معينة، وبالتالي ربما بيكون في بعض التشجيع من الخارج، خاصة لشيء ان كثير من الاحداث العمليات التخريبية اللي حصلت في الداخل الايراني وكانت بيتم اتهام اسرائيل بيها كثير منها تمت من خلال بعض العناصر اللي كانت موجودة في الداخل الايراني انها الطرفية بالضبط، وبالتالي
بس اللي عايز اقوله ان في اسباب، في اسباب موجوده طبعا، اسباب اقتصاديه، اسباب اجتماعيه، اسباب ان الدوله الايرانيه بتوجه كل مصادرها لدعم الميليشيات في المنطقه كلها على حساب الاقتصاد الايراني، على حساب المواطن الايراني. صحيح. بتعرضه للعقوبات بشكل اكبر، لم تمنحه الحريه، احتجاجات مهسا اميني مثلا على سبيل المثال، ان المراه عايزه هامش اكبر، الاقليات مثلا الازريين والبلوش الموجودين في ايران كلهم بيعانوا من طبعا تهميش العرقي. وبالتالي بنجد ان في اسباب كثيره دفعت لده، فرغبه او تخوف المرشد من استمرار هذه الحاله، حاله الاستياء والتدهور بالظبط كده، لان ربما انك تسمح بوجود مرشح اصلاحي ربما يدفع الناس للنزول، خاصه ان نسبه الاقبال على التصويت في الانتخابات الايرانيه، سواء بنتكلم على انتخابات مجلس النواب او بنتكلم على البلديات كل الانتخابات او حتى بنتكلم على الرئاسه، بنجد ان بتتضاءل النسبه، في احيانا كانت بتصل النسبه ل 70% في المشاركه، النهارده بنتكلم عن 48%، وبالتالي نسبه التصويت بتكون مؤشر احيانا لمدى قبول المواطن او قبول المواطنين للنظام القائم، وبالتالي ايران تتباهى بين فكره انها نظام مقبول من المواطنين او من الداخل الايراني. وطبعا تريد يعني ترويج هذه الصوره حتى تواجه محاولات العزله او الاقليميه والدوليه. صحيح. وبالتالي هو عشان يشجع الناس انها تنزل كان لابد انك تعطيهم بادره امل بان ربما يكون في تغيير، لان في النهايه كانت في مظاهرات بقول لحضرتك في عهد روحاني وفي عهد ابراهيم رئيسي على حد السواء، وكانت بتنتقد المرشد وكانت بتنتقد الاصلاحيين وبتنتقد المتشددين، وبالتالي المواطن ليس لديه امل في اي من كان من القائمين في هذه النظام السياسي الايراني، وبالتالي لن ينزل لهذه الانتخابات لانه يدرك ان هذا الصندوق لن يغير هذا الواقع، وبالتالي حتى تعطي امل او ربما نوع من التغيير، حاله من الحراك، كان لابد من انك تسمح بوجود مرشح اصلاح. الفكره هنا هل خامنئي حينما عكس هذه التوقعات وجاء ببازشكيان او مرشح الاصلاحي، هل ده يعني تغيير في السياسه الايرانيه في المستوى الداخلي او على مستوى السياسه الخارجيه؟ لا، هو الراجل كتب مقاله من كذا يوم في طهران تايمز بيتكلم فيها عن رؤيته، رسالة إلى العالم، وبيتكلم عن رؤيته للسياسة الإيرانية وعلاقتها بالإقليم وعلاقتها بدول العالم وأمريكا وأوروبا وكل الدول. لا، هو ما فيش أي مراجعة أو أي تغيير للمسار اللي بتسير عليه السياسة الإيرانية. ليه؟ لأن السياسة الإيرانية باختصار حتى في الدستور، من يرجع للدستور الإيراني يجد أن صنع السياسة ومحدداتها تتم من خلال المرشد، يعاونه الحرس الثوري. أما مؤسسة الرئاسة وزارة الخارجية هم عبارة عن مجموعة من المعاونين أشبه ب يعني رئيس الوزراء، يعني هو رئيس الدولة وكأنه رئيس الوزراء. لكن لما نيجي تتكلم على ملفات السياسة الخارجية، العلاقة مع الميليشيات، ملف النووي، التفاوض مع الغرب، هذه كلها ملفات في يد المرشد الإيراني. بازشكيان نفسه ما تكلمش عن فكرة التفاوض مع الولايات المتحدة، اتكلم على فكرة أن على أمريكا أن تراجع نفسها أو أخطائها تجاه إيران، لكن ما تكلمش عن مستقبل الاتفاق النووي، هل هيتم إحيائه ولا لا؟ هل هيتم الانفتاح على الغرب؟ ماذا يريد إيران من الولايات المتحدة؟ مفيش كلام عن ده، وبالتالي هي نفس الأفكار. حتى كمان كثير من القراءات والصحف في الداخل الإيراني بتتكلم عن إن الإصلاحيين نفسهم مستائين من بازشكيان، مش حاسين إن هو يمثل فعلا التيار الإصلاحي وبالتالي سوف يأتي بجديد. الحقيقة الجرعة الإيرانية مهمة جدا الحقيقة في الحوار، ومشهور جدا لأنه أنت أطلعتينا لحاجة إحنا كلنا بنغفل، التفاعلات الداخلية في إيران. لكن أنا قبل ما أروح للدكتور أيمن، في حاجة شغلاني، هل الإصلاحيين والمتشددين في الداخل الإيراني اللي هو الشباب، هل مؤمنين أنه وجود ميليشيات وأزرع إيرانية في المنطقة في 5 دول على الأقل في المحيط، وفكرة وجود ميليشيات والإنفاق بسخاء عليها، هل هم مؤمنين بأن الفكرة دي لمصلحة إيران الدولة، ولا هم بيعرضوها وشايفين ده أطماع مرشد ويعني أطماع نخبوية؟ يعني الناس شايفها ازاي؟ يعني فكرة انه إيران تنفق على حزب الله وعلى الحوثيين وعلى في سوريا وفي العراق إلى آخره، هل ده بيقابل ويجابه من الداخل الإيراني على المستوى الجمعي بقبول وتبني وإيمان، ولا في هو طبعا فكرة، يعني خلينا نقول حاجة، فكرة السياسة الإيرانية الداعمة والمساندة للميليشيات
الموجوده في سوريا ولبنان والعراق. طبعا انا بقول لحضرتك ان قابلتها احتجاجات كثيره كانت بتتكلم عن لا غزه ولا سوريا ولا لبنان ولا العراق ولا اي حاجه، ان ايران اولا دي الاهم. لكن الفكره في حاجه تانية، ان اصبح مترسخ لدى الدوله الايرانيه، نتكلم على المرشد، نتكلم على الحرس الثوري، ان الميليشيات جزء رئيسي من استراتيجيه ايران للدفاع عن نفسها. ايران الدوله ولا ايران الشعب؟ ايران الدوله. لكن لو بنتكلم على حتى البرنامج النووي، البرنامج النووي الشعب مؤمن بيه. يعني لو احنا بنتكلم على البرنامج النووي اللي بتفرض عقوبات على ايران بسببه وعلى الشعب الايراني بسببه، لا، الشعب الايراني مقتنع ان البرنامج النووي ده هنا بقى الشعور الوطني بقى. جزء ايوه من الشعور الوطني. وان في حاله، وبيتم تصدير الموقف على انه ايه، على انه حاله من الكبرياء الوطني والشعور الوطني، وان العالم بيحاربهم لانهم مش عايزين ايران كدوله متقدمه ويكون عندها نووي. ده مختلف النووي. وده مختلف عن الحاله بتاعت النووي العراقي. يعني النووي العراقي لما حصل كان برنامج سري، كان برنامج مرتبط بالرئيس العراقي، الشعب مش مرتبط بيه، مش مندمج بيه، مش حالة عند الشعب، حالة وجدانية. وبالتالي لما اندمر البرنامج العراقي من خلال الإسرائيليين ما كانش أزمة. بالنسبة للإيرانيين الشعب نفسه كان في زيارات حتى في عهد خاتمي من المدارس بتتم للمناطق أو المنشآت النووية، فهو جزء من شعورهم بالانتماء حضارة الفارسية لكن هي الفكرة إن هم عايزين مثلا هنا بقى بتختلف، ونتكلم على اللي هو الأجيال الجديدة، مزيد من الحريات، عايزين مثلا فكره مثلا الحجاب يعني. لكن دي امور تفاصيل، لكن المفاصل متفقين عليها. لكن هم بالنسبه لهم برنامج النووي لا، مهم جدا ومشروع، هم متفقين. والميليشيات نفس الكلام. يعني الميليشيات طبعا بتقودها الحرس الثوري، وهي جزء رئيسي عشان نبقى عارفين، ولن تتخلى.